واللي يسبين على الناس الكل اللي يختاروا يسمعوا موجات راديو ماد. دونك معاكم هذه مش تصبح من توا حتى نص النهار ان شاء الله، سمعتين من زمان من الفقرات اللي تعودتوا بهم كلها الاثنين، ومن الاكتواليتي زاده باش تكون حاضره ان شاء الله. برشا حكايات تقعدوا معانا باذن الله، مكملين معاكم انا عفيفه بوكيل جويده والاكيب تكنيك الكل. البداية كالعادة نبدأ بالفعل المزيان ونقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ومريحة، سورتو فاكانس توا برشا صغيرات في ديارهم قاعدين، ولا ماذا بينا نبروفيت الطقس اللي فما بوادر تم بعد نشوفوا في الميتيو اللي باش يتبدل شوية. خلينا عمالة مع الطقس المزيان هذايا ومع الكلمة المزيانة والفعل المزيان في برجك، إيش يقول لك تو سويت تيجينا أحمد حمزة شهلولة لكن قتيلة. البداية ديما تبدأ بالتونسي. برجك ايش يقول لك؟ برجك ايش يقول لك؟ صباح الخير ومرحبا بكم في برجك ايش يقول لك. نبداو بالحمل ونقول له العديد من الفرص متاحه امامك باش تكبر في اعمالك، احتفظ بالخطط المستقبليه لروحك. الثور نهار ايجابي اليوم، ممكن انك تقابل مجموعه من الاصدقاء يخليوا نهارك مزيان اكثر. الجوزاء الحظ معك في كل خطواتك، ابعد على الشكوك والاوهام وصدق انك انسان ناجح. السرطان تتمتع بنشاط وحيويه كبيره، باش توصلك اخبار جيده تخص حياتك المهنيه تفرح بها برشا. الاسد حاول انك تاخذ إذا كنت تحس بالتعب، هذا من شأنه أنه يجدد طاقتك. العذراء تعيش شوية ضغوط لكن ما تقلقش روحك، باش تلقى الحل المناسب في وقت سريع. الميزان باش توصل لأحلامك بعد طول الانتظار، تحس براحة بال كبيرة بعد فترة صعيبة تعديت عليك. العقرب ماكش مطالب تبرير تصرفاتك لناس ما تعرفكش برشا، حاول أنك تتجاوزهم وقدم القدام. القوس لازمك تتغلب على الحساسية المفرطة اللي تحس بها، ما تكونش منعزل واختلط بالناس اللي ترتاح معهم. الجدي لازمك تاخذ قرار مهم في حياتك وتراجع حساباتك على الصعيد المهني والعاطفي. الدلو الامور قاعده تمشي في طريق ايجابي، صحيح تحس انه نسق بطيء لكن النتيجه تكون ممتازه. نختموا مع الحوت ونقول له حبك للعمل يخليك تتمتع بطاقه ايجابيه وحماس كبير باش تطور من روحك اكثر، ونهار ايجابي يستنى فيك. كانت هذه ابراج اليوم، ان شاء الله نهاركم مبروك. برجك ايش يقول لك؟